هي وين جاي؟ انت ما فيك تدخلي على مكتبي بهالطريقه هي. عفوا، بما انه حضرتك عم تقلع عمالك بدون اذن، معناتها فينا ندخل على مكتبك بالطريقه اللي بتناسبنا. خد هي. شو هي؟ هذا الرد تبعنا. هدول اصوات العمال يلي ظلمتهم سيد درويش. رجاء ما بحب احكي باسلوب الالغاز، قولي شو بدك بوضوح. هذا الاعتراض من العمال، واللي مكتوب بقلبه انك ما فيك توقفهم عن الشغل توقيف تعسفي. عفوا شوي، انت شو مفكره بهالتمثيليه السخيفه اللي عم تعملوها بتجبروني اخضع لاوامركم؟ جاوبيني لشوف مين بتكوني حضرتك لحتى عم تدخلي بمواضيع خاصه بعملنا. انا راسله لوخاندي، امه لاجيت لوخاندي، وانا اجيت لهون ودخلت حالي بهالموضوع لحصل العداله لابني ورفقاته. هذا المعمل قلنا وما حدا بيقدر يملي علينا شو لازم نعمل مع الموظفين. مازن هداك اليوم وصفني اني جشع، واليوم مرة جاهلة مثلك جاية. زاب حدودك سيد هارميش، لو سمحت حسن لغتك معي. انا بعرف كل القوانين والقواعد تبع المعامل، والشي اللي عم بعمله هلأ هو قانوني 100% وما حدا بيغلطني فيه. وأنا هلأ عم حذرك سيد دهارميش، اوعك تتعامل مع العمال وتوقفهم بهالطريقة، وإذا عملت هالشي بوعدك إني ضلني وراك لحتى سكرلك المعمل. أنت ما بتعرفني، أنا كنت رئيسة الجمعية النسائية لمدة 15 سنة، وواجهت كتير مثل حضرتك وضليتني وراهم لحتى رجعتهم للطريق الصح. لهيك اوعك تتجرأ تتعدى او تظلم اي عامل من العمال اللي بيشتغلوا بالمعمل عندك، لانه نهايتك رح تكون وخيمة. كلامي واضح؟ يلا اجي، نحن خلونا نمشي مشان يقعدوا يفكروا مع بعضهم اذا بدكن يضل المعمل مفتوح او بدكن اياه يسكر. يا ربي كل اللي باقيين للعيد يومين وبس، بعت لي إشارة واحدة لحتى أضمن إنه الأيام اللي جاية منيحة علي وعلى العيلة كلها كمان. أنا كل اللي طالبه بهي الحياة شغلة واحدة، إنه جانا ومازن يكونوا بيحبوا بعضهم وعايشين تحت سقف واحد كمان وتنحل هالمشاكل. مازن جيت؟ شو صاير بالمصنع؟ قال الست راسيلة رح تشتكي لحقوق الإنسان، وقالت إذا الشركة ظلت مصرة بالرفض لازم نعمل إضراب. والله شغلة كتير منيحة، طلعوا الأشخاص السيئين إلهم فائدة ومفعولهم قوي كمان. منيح راسيلة بلشت تتغير للأحسن، وهالشي رح يصلح حياة بنتي فاندو. بكل الأحوال الأمور عم تتحسن، مو ناقص غير تتم السعادة وشوف أولادي مبسوطين بحياتهم ومرتاحين البال لآخر العمر. بابا ما في بإيدنا أي شيء غير الدعاء، هو أملنا لتحقيق هالأمنيات. يا ابني إذا تمنينا ولا لا نفس الشيء، لأنه إرادته هي اللي رح تمشي بالآخر. وكل شيء بإيد الرب وهو الكفيل بتحقيقه. يا بابا كروت عرسي أنا وشرباني انطبعوا، ما بدك تقلي شيء. إذا حكيت ولا ضليت ساكت اللي كاتبه الله بده يمشي غصبا عنا كلياتنا. بعدين الموضوع بيخصك، وإنت اللي بتقرر إذا لازم يتم هالعرس ولا لا. خلص داعش تأخرنا. أيوه أي أختي سوشنا، لكنا نحن طالعين، معناتها منشوفكن هونيك. لكن اتفقنا؟ ماشي، مع السلامة. شو؟ يلا استعجل شوي، الجماعة عم يستنونا، بدهم اياك انت وجانا تكونوا موجودين ضروري بالاحتفال. انا جاهز. جاي وانت؟
بدي أحكي معك شغلة ضرورية. شو أمي؟ قولي. بدي أحكي معك بخصوص هداك الشاب يلي اسمه مازن. هو بيشتغل عندك مو هيك؟ ايه شو في؟ بصراحة الأخت بوشبا كانت عم بتقلي إن شافت جانا ومازن مرة تانية وكانوا ماشيين سوا. قالت لي إن شافتهم بالسوق وقت كانت عم تشتري غراض وما حبت تقرب تسلم عليهم من شان ما تحرجهم. ليك يا ابني، أنا ما عم بحكي عن جانا أو عم أقول إنها مانا منيحة، بس أنا بيعز علي إني أسمع هذا الحكي لأنه رح يوجع لنا راسنا لبعدين. اليوم شوية ناس بيعرفوا عم يحكوا بالقصة، بكرة بس يتضاعف العدد كيف رح نسكتهم؟ ولا ما عم بتفكر لبعدين؟ هالموضوع لازم ينحل وإلا سمعتنا كلنا رح تصير بالأرض. إيه يلي عم تحكي صحيح، أنت لازم تحكي معها وتلاقوا حل هالموضوع. يسلموا. تفضلوا. تقريبا كل التحضيرات جاهزة وخلال 5 دقائق رح نبلش. جانو؟ وين جانو فينود؟ جانو ليك يا أمي، عم تحكي مع الخالة برا. رح تبلش مراسم العيد، ما بدي تطولي. ماشي جانا، شوي وبرجع. خير جايوانت، شبك؟ بدي أحكي معك بموضوع ضروري. تفضل. أول شي ما تفهميني غلط، أنا يلي بدي أحكيه من شان جايوانت، احكي بدون مقدمات لأنه ما في داعي لهالشي. احكي، عم بسمعك. جانا لو سمحتي ما عاد بدي إياكي تشوفي مازن أبدا. ليكي جانا، بتعرفي إني أنا ما بشك فيكي، بالعكس تماما، بس علاقتك بمازن ما أنا ظابطة وكلها غلط، وأنا بعرف تماما أنه اللي عم بطلبه صعب. بس يا جانا، نحن عايشين بمجتمع ولازم نحترمه مشان ما حدا يحكي علينا. جايوانت، شو ما صار مازن بيضل صديقي. بس يا جانا، هاي الصداقة عم تعملنا مشاكل. أنا نسيت ماضيكي وقبلت بكل شيء، وأنا يلي عم بسعاله أنه نحافظ على علاقتنا وما نخليها تتدمر. جانا أرجوكي حاولي تفهميني، بدي منك تحطي حالك مكاني وتفكري. تخيلي إنه أنا ضليتني قابل مرتي الأولانية، يا ترى وقتها أنتي رح تتحملي؟ عيلتك رح يسمحولي إنه أعمل هالشي هاد؟ جانا، إذا حريصة على علاقتنا إنه تضل مستمرة، لازم تنسي الماضي تبعك وتفكري لقدام. هذا هو الشي الصحيح. ما لنا مستعدين نسمع حكي ونوجع راسنا بهالقصص هاي. بتمنى تفهميني. كل شي صار جاهز، تفضلوا. يلا أمي تفضل.
أنا لحد هلأ خايف. يا ترى هدول العالم رح يساعدونا؟ أجيت أنت اشتغل شغلك. لو مالي متأكدة إنه جماعة حقوق الإنسان رح يساعدونا أنا ما كنت اتدخلت من الأول. اعتبر الموضوع منتهي. تفضل فانديتا. ايه مثل ما اتفقنا على الساعة 2 ببلش أول اجتماع عندي مشان هذا الموضوع، وبعدين على الساعة 4. لحظة، على الأربعة اجتماع مع مدام كوشاليا بمكتب حقوق الإنسان، وبعد ما تخلصي على الساعة 5 لازم تروحي على مكان شغل أجيت مشان تقابلي سيد درويش. ايه صح، بعدين على الساعة 7 لازم تروحي على مكتب المجلس النسائي مشان الاحتفال لأنه عندك اجتماع معه. وعلى 9 لازم تروحي على بيت الخالص وشيلة مشان العشاء. كيف حفظتيه؟ برافو، بيطلع منك سكرتيرة مهمة. ايه والله. أجيت أنا بهنيك على هالموهبة اللي عندك، بلشت الجامعة تعطي نتيجتها معها. إذا بدك الحقيقة وبدون أي مبالغة يا مرت عمي، أنا تعلمت منك أكثر من اللي تعلمته بالجامعة، وكمان ما كنت متوقع أنك تكوني خبيرة لهالدرجة هي. وإذا عن جد عم تحكي بدك تعينيني سكرتيرة لإلي، صدقيني بيكون أسعد خبر بعرفه بحياتي كلها. إن شاء الله خير. يلا أنا رح روح، لما برجع بالليل منحدد برنامج بكرة منتفق عليه سوا. ماشي؟ ماشي. شو اللي عم يصير هون؟ أجيت أنا كتير مبسوطة، أنا لقيت الطريقة المناسبة لحتى أكون قريبة من أمك. فعلا هي كتير ذكية وبتلاقي الحلول لأي مشكلة بتواجهها، بس كانت مشكلتها أنها ما بتوجه ذكاء بالطريقة الصح. بس الحمد لله لقيتها، وأنا بظن أنها تغيرت كتير، ومن اليوم ورايح رح تلاقي كل الناس عم يحترموها. وبصراحة وأنا كتير مبسوط إنه أمي عم تتقبلك شوي شوي. يلا أنا رح. انتبه على حالك. وأنتي أنا لهلا متفاجئة كيف الست راسلة تغيرت لهالدرجة. ما حدا توقع إنه راسلة تعمل خير بحياتها. غريب. هي هي الدنيا، سبحان اللي بيغير وما بيتغير أبدا. على كل حال منيح. مزبوط فعلا، ما في شي بالدنيا بيضل على حاله وكل شي بيتغير. هي أنا مثلا ما كنت حب الشغل بنوب، بس من وقت بلشت ساعدك وأنا كل مالي عم اتحسن يوم عن يوم. وبتعرف هالخبرة كلها رح تساعدني اترفع بسرعة بوظيفتي الجديدة. قصدك تقولي انك رح تضلك بالشغل يا فارشي؟ شو؟ ما فهمت عليكي. انا بقصد انه انت لازم ترجعي تفكري بقرارك مره تانية. صدقيني ما رح تقدري تلحقي على كل شيء يا بنتي. ليش؟ قصدك لاني حامل يعني؟ امي الحمل ما بيعطل الوحدة عن شغلها، وبعرف كثير نسوان ما وقفوا شغل ابدا بفتره حملهم. مزبوط يا بنتي، بس نحن مالنا بحاجة مثل هدول النسوان اللي عم تقليلنا عنهم يا فارشا. ولما يكبر الولد شوي وقتها بس بيصير فيكي تتوظفي، لأنه أنا اللي رح انتبه له. لك القصة أبعد من هيك، بترجاكي حاولي تفهمي علي شوي. إذا بدك ياني استنى لحتى يصير عمر الولد سنة بتكون الفرصة راحت علي. لا تكوني عنيدة أمي. أنا حاسس إنه فارشا مو غلطانة، ومثل ما بتعرفي كل الشركات عم تعطي تسهيلات خلال فترة الحمل والولادة، فلازم ما تتخلى عن هالفرصة هي بهالسهولة. تماماً يا أمي، هذا هو الشيء اللي بدي أقوله. ماشي، بما أنه أنتوا الاثنين مقررين هذا الشيء، فمين أنا لأتدخل بيناتكم؟ أمي ساتيش بترجاك، إذا بتريد اشرح له. أنت بتعرف هدفي وما بدي إياها تزعل مني. أنا بتفاهم معها، بس أنت كمان حاولي لا تعصبي بوشها. اسمع، أنتوا أخذتوا وقتكم وزيادة كمان، وأكثر من 3 مرات صرنا مأنذرينكم بس ما عم تفهموا علينا، وما عاد فينا نعمل أكثر من هيك. لهيك خليتونا ننجبر وناخد هالخطوة، واللي هي خارجة عن إرادتنا. معك مسؤولة حقوق الإنسان وحابة تحكي معك شخصيا. سيد درويش، شو هاد اللي عاملينه؟ انتو ما بتستحوا؟ شو مفكرين الدنيا سايبة لحتى عم تستغلوا العمال هيك؟ ولا ما في حدا وراهن؟
نحن فينا نسكر لك المصنع. ليكي أنا لسه ما خلصت كلامي معك، بس لأنك نزلت كم آلة جديدة على المصنع تبعك بتقرر تصرف كل هالعمال من شغلهم؟ ما بتعرف إنه كل واحد فيهم مسؤول عن عيلة وفي عنده أولاد بدهم يأكلوا؟ ولا ما فكرت بهيك قصة وما بتهمك أبداً لأنك شبعان؟ اللي عملته غلط ولازم تتراجع عنه، وما فيك تحرمهم لقمة عيشهم. لهيك أنا بدي منك تفكر كتير منيح، يا أما بتلغي قرارك يا أما بدك تتحمل عواقب الشيء اللي عملته. ولازم تعرف سيد درويش، بأسبوع واحد بسكر لك مصنعك وبختم لك يا. أنت عم تهدديني يعني؟ لا عم حذرك بس. ليكي نحن جاهزين. جاهزين للي طلبته، والعامل بالشركة رح ينصرف من شغله. بس يا جانا. لو سمحت أستاذ أنا بدي أحكي معك شوي، إذا بتريد تعال معي. تفضل يلا. أنا بعترف أني غلطت بحقك، بدل ما أحكي بيني وبينك رحت حكيت قدام الموجودين، بس صدقني اللي حكيته قدامهم فكرت فيه منيح. أنا لا جانا، أنا ماني موافق على كلامك بنوب. هديك المرة إجت على نص الشركة وهددتني قدام العمال وسمعتيها وقت قالت بدها تسكر الشركة. شو مفكرة حالها يعني؟ الله يسامحك، بس لولاكي انت كنت قلعته من هالشركة ومن زمان. سكريها انه هي وابنها عايشين من ورا هالمصنع، لولا هالمصنع هاد كانت هي وابنها ميتين من الجوع هلأ، وجاية عم تتقاوى وتهددنا بدها تسكره. ما انا مشان هيك عم بحكي، لأنها بتقدر. أنا بعرفها منيح وبعرف لوين واصلة، صدقني بتعرف القانون فقرة فقرة، وإذا عن جد نويت دقيقة بتسكر المصنع كله. وقتها اللي شو فينا نعمل؟ الشغلة بدها تروي، وأنت بتعرف منيح ضغط الشغلة اللي نحنا فيها هلأ وشو ممكن يصير فينا، وخصوصاً هديك الطلبية اللي بعد العيد. تخيل ما نسلمها بوقتها، صدقني الخسارة كبيرة، غير سمعتك اللي رح تنضرب. أنا برأيي رجع فكر، أو حتى ما تفكر، الشي الصحيح إنك تغير قرارك فوراً، وإلا رح تخسر المصنع. صح؟ للحفاظ على مصلحة العمال عنا، الإدارة قررت بهالخصوص إنه ولا عامل بيترك شغله بالوقت الحالي. كل العمال بأماكنهم ومعززين مكرمين كمان. اعذروني. شكرا مدام، شكرا لأنك تعذبتي معنا كتير. أمي شكرا، شكرا لإلك. شكرا جانا، أنت اتخذتي القرار الصحيح وأنقذتي شركتنا. شكرا. جايوانت أنا ما بعرف شو قلك، عن جد محتار. اتشكرك على يلي صار اليوم، ولا بأنبك على هالقرار يلي اتخذتوه. المعنى أنا قصدي أنه تدخلك أنتي بهذا الموضوع كبرك بعيون العمال كلهم، بس بنفس الوقت كمان خسرت الشركة كتير يا جانا.
بس يا جايوانت أنا فعلا أنا فهمانك منيح جانا، وهذا هو الاختلاف يلي بيناتنا. أنا بفكر بعقلي ومخلص كتير لوظيفتي وشركتي، وإنتي مخلصة لقلبك. المهم كنت اليوم نجمة، بهنيكي. اسم مين كتبت؟ كتبت اسم سانجي نالافادي وعيلته. معنا تكتب اسم سامير نالافادي وعيلته كمان. هدول الجماعة ما فينا بلا ما نعزمهم. لكان ما فينا. تذكرت هلأ جاغناث دير كارو. ايه والله برافو عليك يا دامودار. يلا اكتبه بسرعة. مو تلتهي بكتابة الأسماء وتنسى شغلك. لا بعرفك خط يا رد. يا سلام. مازن خدي امي. شو هاي؟ هذا شوية حلو، حطيه وحلي منها. بدك تقلنا فورا شو المناسبة لحتى جايب لنا اياها. قرروا يخلونا بالشغل. عن جد عم تحكي يا ابني؟ وكيف هالشي صار؟ جانا حكت مع السيد درويش واقنعته انه ما يقلعنا. وطبعا الفضل الكبير لستره سيلا، لو ما تدخلت اليوم ما كانوا خلونا بالشغل. شو هالحكي هاد؟ تخيل بعد كل هالشي اللي عملته راسيلا اسمع هالاخبار الحلوه. ليكي سافيتا، لما الاشخاص السيئين بيتركوا طرق الشر وبيمشوا بطرق الخير بيرجعوا لعقلهم، ولازم نساعدهم. تعرف شغلة؟ طالما عم تتغير للأحسن صار فينا نتطمن على مستقبل فاندو. شو عم تعمل؟ شو عم تعمل يا مازن؟ يعني ما حلك تتعلم من الأخطاء اللي صارت معك؟ شو رح تستفيد من عزيمة جانا على حفلة عرسك؟ يلي عم بعمله ماله سهل أبداً، وبده شجاعة كتير مني. وإذا أنا عم بعزم جانا وعم ببعت كرت لأهلها، فهالشي من شان مصلحته ومصلحتي. بس يا ترى أنت قادر إنك تتحمل وجودها بالعرس؟ ايه يا مازن؟ ايه أكيد بيقدر مازن. يلي عم تعمله هو الصحيح، وبيكون أحسن إذا بتودي الكرت بنفسك. يلا فانديتا شوفي. أجيت، إذا الله عن جد بيجمع بين اثنين، ليش بعد ما أجمعهم بيرجع بيفرقهم؟ فاندو أخي مازن قال لي، ومرت أخي كمان حكولي عن الحب، حكولي كيف الرب وفق بيناتهم كل هالفترة، بس ما عم بفهم هلأ ليش فرقهم عن بعض؟ ليش ليصير هيك؟ والله إنهم ما بيستعرف. إيه فاندو، أنا كمان عم دور على إجابة لهالسؤال. أنت بتعرفي كنت واثق تماماً قبل إنه ما عاد مهم شو ما بده يصير، لأنه جانا ومازن لا يمكن إنهم يفترقوا. بس ما بعرف ليش هاي الثقة اليوم تحطمت. فاندو، اليوم آخر يوم بالعيد، وبكرة شرفاني ومازن رح يتزوجوا، ورح يصير مستحيل نلغي هذا العرس. يا رب دخيلك ترجع مازن نجاح. اختي انا عندي شيء مهم بدي اقول لك اياه. قليلي. برشا حصلت على فرصه شغل كثير منيحه، انا كنت كثير مبسوطه بسمع هالشيء. بس هلا لما عرفت بمساله حمله صار كثير مختلف الموضوع. أختي أنا ما بعرف كيف هي رح تدبر هالشغلتين بنفس الوقت. أنتي عم تفهمي أنا شو قصدي بالضبط؟ فهمت أختي. أختي أنا بتمنى لها الشيء المنيح أكيد، أنا كمان بنبسط كتير إذا هي بتنجح بشغلها. بس اللي أنا مضايقني إنه هي عم تلعب بحياة طفلة اللي هو كتير بحاجتها، وهذا الشيء ما بجوز بنوع. أنا عم قلك الحقيقة مو أكتر، بدي إياكي تفهمي علي. هي عم تحاول تعطي الأهمية الأكبر لشغلها وبس، حتى لو كانت رح تظلم جنينة اللي ما له ذنب بهالشيء. هي عم تحرم حالها من أعظم سعادة رح تمر بحياتنا. ما تقلقي أبداً حبيبتي، أنا رح أحكي معها. هذا اللي متوقعته منك. شكراً كثير إلك.
ليكن قاعدين هنا. وليه؟ اعذرنا شوي. بالاذن. ساتيش اجوا من القناه الاولى لينشروا الاخبار عن احتفالنا. بدهم يقابلوك كمان. ماشي، وينهم؟ هنيك. يلا. يلا. أنا عن جد كثير آسف بخصوص هداك اليوم وبخصوص الآلة تبع المصنع. ما بتمنى أبداً تتأذوا أنت والسيد جانوات، بس أنت بتعرفي قديش مهم الشغل بالنسبة لهدول الناس. أنا بس مازن، الوقت مو مناسب نحكي بعدين عن هالشي. روح هلأ وأقعد مع شرفان. يلا إذا بتريد. جانا أنا بس مازن. بدي إذا بتريد حاول تفهم. إذا بشوفنا حدا واقفين مع بعض رح يبلشوا يحكوا علينا، ونحن مو ناقصنا حكي. روح لعند شرفان. خالتي وعمي هلأ دور. يلا لازم ترقصوا. لا لا خالتي انت لازم ترقصي، وعمي شبك انت وعدتني انك رح ترقص على الاكيد. لا لا ساتيش لا. خالتي انت لازم ترقصي اليوم وما في مجال للرفض ابدا. ها حبيبي، اذا الكبار بيرقصوا الناس التانيين بيضحكوا. انا ما فيني ارقص. ما هيك جو مهرجان مثل مو شايف، واذا ما بترقص اكيد المهرجان رح يبقى مو كامل. اذا بتريدوا لا تخجلونا قوموا. لا 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 خلاص، كيف فينا نرقص بهالعمر؟ ايه. خالتي حاولي تقنعي لو سمحت قوم. ايه يلا بلا ما نزعله. يلا قوم. معه حق، مو غلط اذا قمنا ورقصنا وانبسطنا لنا شوي، بلكي منغير جو. يلا يا رجال. يلا تفضلوا قوموا. يلا قوموا. قال شو قايمين يرقصوا؟ ما بيستحوا على كبرتهم؟ شو بدنا صايره مخرفه بالمره؟ اختي شو الغلط بهالشي؟ السعادة أبداً ما بتتعلق بالعمر، لازم تنبسطي إمتى ما بتلاقي الفرصة. استمتعي. استمتعي أختي، رح تحسي بالتحسن. إيه ما تعصبني، خلي دوري يجي. روح من وشي. هوب. إيش بجيني مرنك وحمطو هتيار، قولي مارو دنياكو خش رهو نيار. سيد شارما؟ لا لا ما تقلق أبداً، الطلبية بتجهز بوقتها. ماشي. لا لا ما رح يكون في مشكلة. إيه ماشي. أوكي باي. أجيت؟ أجيت؟ هلأ برجع. نعم أستاذ. أجيت لازم تروح على المصنع فوراً، في شغل ضروري. حاضر. قلي انت لازم تروح وتحمل الشحنه بسرعه، الجماعه اتصلوا بدهم كل الشحنه وهلا طالبينها. بس انت اكيد رح تحتاج لحدا يساعدك، مشان هيك خد عاملين معك. ماشي استاذ ما تقلق انا رح اروح. ماشي روح. مازن لك استعجل، ما عندنا وقت ابدا. استعجل لك، الحفله رح تخلص هلا، لهيك خفوا ايديكم شوي. يلا لازم نخلص هالشغل قبل ما تخلص الحفله ونوصل للجناح. مو ناقصنا يجي حدا ويشوفنا ويشك فينا، ساعتها كلياتنا رح ننكمش. استعجل. شو عم يعمل اجيت هون؟ بلشوا حملوا الاغراض وانا رح اجيب الفاتوره. ماشي. ماشي شو ها؟ الآلة كانت مغطايه. Thank you.
ليش هالآلة حامية؟ أكيد في حدا مشغلها، بس مازن أمر إنها تضل مطفية، بس يا ترى مين؟ أجيت؟ نحن حملنا كل الأغراض بالشاحنة، فينا نروح؟ شو؟ نروح؟ ايه ايه ماشي روح. يلا بسرعة رجعوا شغلوا الآلة من جديد يلا. أجيت وينه؟ غريبة ما لي شايفته. ماما هو السيد دهرميش بعته بشغل ليك وراح على المصنع. راجو افتح عيونك رح اتصل بالدكتور. راجو اسمعني بترجاك لك اسمعوني ليش ما تفيقوا في بترجاك راجو ألو قسم الشرطة. مين هو صاحب هذا المصنع؟ السيد درويش جايبور وساتيش جوجي. ألو؟ مرحبا أستاذ. أنت شو عم تقول؟ يلا ليكني جاي فورا. ساتيش؟ سيد ساتيش، هدول الاثنين كانوا يشتغلوا بالمصنع عندك؟ ايه سيد.
سيد سالوخي، بعتقد انه الاحتفال يلي عم بيصير بالجناح برا منظم من قبل هالشركة وهي المسؤولة، وكل هالعمال والموظفين موجودين هنيك ليشرفوا على الحفل. معناتها انت شو عم تعمل هون؟ سيدي وانا كمان كنت هنيك، بس لما شفتهم جايين باتجاه المصنع صار عندي ارتياب ولحقتهم لحتى اعرف شو جايين يعملوا هون، وقبل ما اجرب احكي معهم اي كلمة كانوا عم يشغلوا الآلة وصار اللي صار. شندي. حاضر سيدي. بعت الجثتين على مركز الوفاة. حاضر. افحصوا المنطقة وتأكدوا من كل شيء. سيد ساتيش، انت وشريكك درويش لازم تروحوا معنا على مخفر الشرطة فورا. سيدي نحن اكيد رح نروح، بس نحن مشغولين وبحاجة لشوية وقت لانه هلأ في جو فرح وما فينا نترك الحفلة، لهيك بعد اذنك اذا ممكن تعطينا شوية وقت لنكون جاهزين. ماشي، بس هلأ لازم توقعنا على الإفادة يلي عطيتنا اياها. طبعا اكيد. مثل ما بتعرفوا انه العرس بيجمع بين مشرفتنا الاداريه الانسه جانا ومديرنا السيد جايوان تتحدد اخيرا. وان شاء الله رح يكمل فرحهم مع بعض ويكملوا حياتهم سوا بالسراء والضراء. رحبوا بجايوان تو جانا. سيد ساتيش، نحن كمان بحاجة لإفادة شريكك السيد درويش، في مجال تخليه يجي؟ من فضلك. تفضل. شندي. حاضر سيدي. تفقد هني. حاضر. راني روح فتش معه. ايه ساتيش وينك؟ درويش تعال على المصنع فورا. على المصنع؟ ليش؟ أساساً أنت شو عم تعمل هني؟ ما فيني خبرك شي على التليفون أبداً، ماشي؟ أول ما توصل لعندي رح تعرف كل شي بالضبط. اللي صاير شي؟ إيه أنا جاي فوراً. الحضور الكريم، احتفالنا شارف على الانتهاء. خلونا كلنا ندعي بقلب واحد حتى تصير حياتنا أفضل وحتى يقل الشر بقلوب الكل. صفوا نواياكم وادعوا بإخلاص من أعماق قلبكم والله رح يحقق لكم أحلامكم وأمنياتكم. حسب القانون لازم نعتقلكم انتوا اثنين فورا. حضرتك ما فيك تعتقلنا لانه الشيء اللي صار متعلق بالآلة، ونحن عطينا اوامر صارمة للعمال بعدم استخدامها او الاقتراب منها، حطينا ملاحظة عليها لهيك نحن بريئين.
نحن منكون مذنبين ومسؤولين عن اللي صار، بس إذا كنا مأجبرين العمال اللي عنا إنه يشتغلوا عليها. هدول الملفات الخاصة بالآلات اللي طلبتهم حضرتك. ماشي. بس إذا كنتوا فعلاً مانعين العمل على هاي الآلة، كيف صار هذا الشيء؟ هذا السؤال اللي كنت عم فكر فيه، على اعتبار كل اللي كانوا هون من المالك للعمال كانوا موجودين بالجناح برا، فشو كانوا عم يعملوا هدول الاثنين بجنب الآلات؟ سيدي فيني أقول شيء؟ تفضل. بصراحة أنا شفتهم عم يحكوا قبل الحادثة مع مازن، وكان عم يعطيهم تعليمات، ويمكن عطاهم شيء بهذا الخصوص. يا ربي لسه في وقت كتير، اعمل شيء عجوبة. سيدي بصراحة أنا بعتقد إنه مازن هو اللي بعته لهون مشان يشتغلوا عليه الآلة. مين هذا مازن؟ مراسم حفلنا انتهت، وهلأ رح نوزع هدايا بسيطة على الحضور من الأطفال. قربوا لعنا. أجيد، شفت السيد ساتيش وسيد دهرميش؟ أبداً، كنت على المنصة وما شفت وين راحوا. يا ربي، أنا صبرت كتير وتعذبت وأنا ناطر رحمتك ومعجزاتك، أرجوك وقف معي وساعدني وخليني حقق كل أهدافي وأمنياتي. أرجوك ساعدني وخلي حياتي تتغير. بيناتكم مازن؟ أنا. بس ليش سيدي؟ أنت رهن الاعتقال. سيد مازن، أنت المسؤول عن المصنع وعندك مسؤولية قانونية وأخلاقية عن كل حادث بيصير مع العمال. بس سيدي أنا ما بعرف. في عاملين ماتوا اليوم خلال عملهم على آلة فيها خلل فني وخطر كبير، وأنت معتقل بسبب هاي الجريمة. تفضل. يلا قول لي ابني شو عامل. مازن مستحيل يعمل شيء سيء او يغلط بحق حدا. ليكي اذا عندك شيء تقوليه عن ابنك تفضلي قوليه بمركز الشرطه. بس ابني بريء، مستحيل ابنك بهيك جرم ابدا. مازن مازن شو عامل؟ والله الحق مو عليه. بابا في مشكلة كتير كبيرة صارت معنا هلأ. حضرة المحقق بحلف لك إني أنا بريء، وما بعرف شو صار بالضبط. أنا أساساً ما بعرف ليش راحوا على المصنع وليش شغلوا الآلة وشو كان بدهم، ونحن اليوم كان عنا عطلة، وحتى أنا ما رحت لهنيك. سيدي أنا ما بعرف شيء، وأنا عم أقلك الصراحة سيدي. حاجتك حكي بلا طعمة. نحن مو مجانين لحتى نعتقلك بالغلط ونفتري عليك. العامل سالوكي شافك
وقت كنت عم تحكي مع العمال وتعطيهم تعليمات دقيقة. لا لا أبدا حضرت المحطة. ما تنسى كمان أنه من قبل كان عندك مشاكل كبيرة مع الإدارة على قضية طرد العمال من الشغل، وإذا هالاتهام ثبت ضدك وطلعت متورط فأنا بوعدك أعمل كل جهدي لحتى خليك تتعاقب أقصى العقوبات. سيدي صدقني إني عم بقول الحقيقة. خرس ما بدي أسمع صوتك. دورت بكل مكان بالمصنع بس ما لقيت أي شيء غريب وبيصير شبهه، بس للأسف في بعض القطع تبع الطلبية مختفية من هون تماماً. بس مين بيتجرأ يعمل هذا الشيء؟ مازن. بظن أستاذ من خلال الوقائع والأدلة اللي بين إيدينا منعتقد إنه احكي بصراحة ووضح أكثر. بعتقد إنه العاملين يلي ماتوا بعتهم مازن ليسرقوا الطلبية من المصنع منشان يبيعوها بالسوق بأسرع وقت ويتقاسموها بيناتهم. بس البضاعة اللي كان لازم تنباع ما بتنباع إلا إذا كانت مسقولة، وبما أنه نحن قافلين الآلات يلي ممكن تسقلها ما ضل قدامهم غير أنهم يستخدموا الآلة الخطرة والنتيجة المصيبة يلي صارت. بعتقد معه حق، أكيد مازن ورا هذا الشيء. لا هذا الشيء مستحيل، مازن ما بيعمل هيك شيء لأنه من أشرف وأطهر الناس، كيف ممكن تشكوا فيه وتتهموا هيك اتهام؟ لحظة، سالوخي شافه بعينه لما كان عم يحكي مع العمال يلي ماتوا مع الأسف، والحادثة صارت بعد هالشي فوراً، ومنشان هيك هو المسؤول الوحيد على الأغلب. أنت معقول تصدق هيك واحد؟ مازن مستحيل يعمل هيك عملة، صدقوني إنه بريء وما له علاقة. لحظة شوي، نحن مو هدفنا نختلف مع بعضنا، لازم نفكر منيح ونعرف شو لازم نعمل. درويش أول شي لازم نروح على القسم لنشوف شو الوضع هني، ماشي؟ لأنه بالإضافة لسمعة معملنا كمان بتهمنا حياة مازن. بعتقد إنه معك حق، بس ساتيش إذا نحن الاثنين رحنا على قسم الشرطة رح يبقى المصنع فاضي، لهيك أنت خليك هون وأنا وجايوانت منروح لهني. ماشي جايوانت يلا تفضل. ممكن يعملوا هيك شيء مع ابني ويتهموه هالتهمة؟ هن ناس بموقع أعلى منه، ليش محملينه مسؤولية كبيرة وهن ما بيحملوا أي جزء منها؟ أكيد عنده النية ليورطوا ابني بهيك تهمة وينتقموا منه. عملكم هو بريء، تركوه هو بريء. شو عم يصير يا أستاذ؟ إذا في حدا محاول يخرب شيء بالمصنع لحتى يحقق شيء غاية فما بيصير تتهموا المسكين مازن. أنا متأكد إنه هو بريء من الشيء اللي صار. درويش ما تنسى إنه مازن ما كان قريب من المصنع أبداً لما وقعت الحادثة، وحتى لو كان هنيك ما بيصير إنه يتحمل كل المسؤولية تجاه العمال والشيء اللي صار وكأنه الوحيد بالمصنع. بالنهاية هو مجرد عامل وما عنده السلطة ليعطي الأوامر للعمال أو يمنعهم عن شيء. بابا مازن كان هو المسؤول عن سبك المعادن، لهيك هو المسؤول الأول عن كل آلات المصنع، بالإضافة أنه سالوخي شافه هو عم يحكي مع العمال يلي ماتوا وقبل الحادثة بشوي، وفي جزء كبير من الطلبية انسرق من المصنع، وهو قبل فترة كان مستاء وعم يحكي ضد الوضع السيء بالمصنع. كل هاي المعطيات بتأكد أنه مازن أخذ هاي البضاعة ليفرغ غضبه واستياءه من الوضع يلي ما كان عاجبه. مستحيل، انتو عم تحموا حالكم وتحطوا ابني ببوز المدفع وتحملوا المسؤولية. جايوانت انا سألتك اكتر من 100 مرة انه ليش نحن لنصدق سالوخي؟ بحلف لك انه مازن لا يمكن يعمل هيك شغلة لانه ما بيقدر. جانا معها حق تماما، متأكد انه ورا هالقصة سالوخي. سالوخي احكي الحقيقة ولا لحظة انتظروا شوي، الحكي بهي الطريقة ما رح يحل المشكلة. الشرطة اعتقلت مازن لأنه متهم، وكل الأدلة والمعطيات اللي قدمناها بتثبت أنه مازن مذنب ومتورط، لهيك الشرطة شكت فيه. إيه
الشيء العقلاني اللي لازم نعمله انه نروح باسرع وقت على قسم الشرطه ونحاول نحل المشكله باقل الخسائر. جايوانت يلا. أستاذ أنا ما دخلني بشيء أبداً. لا تقلق ولا تاكل هم. أرجوك أنا رح أحكي مع المحقق. أستاذ أنا مستحيل أعمل هيك، شو اللي مصلحة أعمل هيك شيء أصلاً؟ اهدى شوي، في كثير أسباب مازن. إذا فكرت منيح بالقصة فأكيد أنت كمان رح تتهم حالك باللي صار. أستاذ خلينا نروح، لازم نحكي مع المحقق. هاي القضية ما لازم تلطخ سمعة المصنع وتنزع اسمنا، تفضل. حضرة المحقق، هي حضرة المدير. سيدي من شان كفالة مازن. لا تقلق أبدا أستاذ بخصوص الكفالة، أنت اقلق على حالك وعلى معملك قبل كل شيء، فهمان؟ عفوا بس أنا ما فهمت شو قصدك بالضبط. قصدي يا أستاذ درويش في عمال اثنين اليوم ماتوا بمصنع حضرتك، وهالشي كان بسبب آلة معطلة وخطيرة. بحسب قانون وزارة الصناعة أنت تعتبر مسؤول أكثر من مازن، كان لازم تهتم أكثر وتلاقي حل هالآلة قبل ما تعرض العمال للخطر، بس حضرتك ما عرفت تتصرف منيح لحتى صار يلي صار. تحقيقنا بلش اليوم ورح يتطور بكل لحظة، وزي اللي صار صار بسبب إهمالك وتقاعسك، فتأكد أنك رح تكون مع مازن بالسجن. فهمت شو كان قصدي؟ شكرا. مازن مو مهم شو عم يقولوا الناس عنك، لأنه أنا عندي ثقة كبيرة فيك. أنا بعرف إنك مستحيل تعمل شي غلط أو تضر أي حدا، مشان هيك أنا رح طالعك من هون بأسرع وقت. لا تخاف، نحن شو فينا نعمل؟ يا محقق من شان كفالة مازن هذا المحامي تبعك. بصراحة التهمة اللي ضد مازن للأسف ما إلها أي كفالة، القصة فيها موت وفينا نعتبرها إنها شروع بالقتل. السيد مازن اعتقل لهذا السبب ورح يبقى هون لحتى يعترف في جريمته، او لحتى الشرطه تثبت انه هو بريء، او هو يثبت انه مانو متهم. للاسف القصه كثير كبيره وما فينا نعمل اي شيء الا اذا حصلنا على امر من المحكمه ممكن ننقذه، او روحوا شوفوا المحكمه اذا حبيتوا. ومن هون لوقتها رح يبقى عنا لحتى نكتشف شو صار. حضره المحقق ارجوك حاول تفهمني شوي. انت عم تضيع وقتك ووقتي على الفاضي، بترجاك روح من هون. مازن يمكن القصة هلأ صعبة شوي، بس ما تقلق وما تخاف، أنا رح أعمل جهدي. يمكن هالقصة يلي صارت
تعملنا شوية مشاكل. إذا التحقيق صار عن جد يمكن يتهمونا ونتورط. معك حق. نحن مو مذنبين أبداً بس رح نعتبر مذنبين. وبصراحة أنا الآن وكتير خايف إنه منظمات حقوق الإنسان تتدخل. نحن لازم نتصرف فوراً ونستشير بيوش، هو أفضل محامي وأكيد رح يلاقي حل سريع للمشكلة قبل ما تتطور، وهيك منقدر ندافع عن حالنا بالمستقبل إذا صار أي شيء. معك حق، هيك أفضل. نحن لازم نحمي حالنا بأي طريقة، لأنه بالنهاية سمعة الشركة والمصنع مرتبطة بسمعتنا. اسمعني، خدنا على مكتب المحامي بيوش فوراً. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.